وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحين أنا ترى كيف الطريقة، أنت سوي تمرين حق الإكس، التمرين البسيط حق الإكسس. أول شيء راح إلى ويندوز لوجر، راح يفتح راح إلى أوفيس ويفتح افتح أول شيء هناك مايكروسوفت إكسس موجود. هذا شوف، شوف السبيلنج لازم تعلم الحروف اي دبل سي دبل اس، الدريشة زي هذا باللغة العربي. افتح هناك، انت الحين ابغى تسوي انشاء جديد في بعض المكان، الخدمة يجي من هناك حقي انا يجي هناك بلانك داتابيس. انا اسوي شوف هذا، الحين هناك يجي البتن حق الانشاء والغاء واسم اسم القاعدة البيانات. سو بالمثال انا ابغى، انا في واحد سؤال يجي واقول create a database and then clinic. لو في هذا السؤال موجود، أول كيف الطريقة، أنت تسوي، أنت تسوي بطريقة الحادة. أنا شوف، شوف فيديو الآك. أوكي كويس، it's working 100 100. أوكي سو أنا أرجع هناك، أنا أركب هذا، هذا مكان أنا. لو أنا أبغى أجيب اسم القاعدة البيانات باسم الداتابيس، أنا أسوي هنا كلينيك، وأنا أسوي دفع له إنشاء كرييت. بطريقة هذا انت انشاء واحد قاعدة البيانات، قاعدة البيانات هذا مجموعة تاولة تيبلز جدول. انا اسوي انشاء الجدول من هناك، هذا الشكل الجدول. روح الى عرض، هذا فيو بالانجليزية، بالعربي هذا عرض. روح الى عرض، روح الى اخر اوبشن هناك ديزاين فيو. هو الحين هو تصل ايش ابغى اسم الجدول. ممكن بسؤال يجي خلي ركب واقول create a table with name patient. سؤال الحين انا ابغى اجيب الاسم هناك patient، وانا ركب patient هناك اتول. الحين هذا دريشة حق الحقول، يعني انت يبغى تجيب الحقول، اركب حقول هناك كل اشياء بالاسم patient name و patient types. هذا النوع البيانات، هذا نوع الحقل، هذا text، هذا نص. وثاني patient age، لو في age انت شوف قدرة البيانات. age معنى عمر، عمر يدبر رقم السن، هذا السن معنى رقم، رقم وين، رقم هذا number. في اي شيء نص يحتاج اكتب كثير، انت خذ المذكرة، مذكرة باللغة الانجليزية يجي ميمو. هذا طريقة انت تجيب كل حقول. انا اسوي واحد تاني عشان date of birth، date of birth تاريخ الولادة. انت معلوم هذا النوع التاريخ، شوف التاريخ الوقت هناك موجود ب date and time. انا ادخل هناك، هذه طريقة انا اجيب اي شيء عدد حقول هناك. الحين انا اجيب 1 2 3 4 5. اول هذا اي دي، اي دي هذا زي رقم التسلسل، هذا اوتوماتيك جمعت، هذا تلقائي، رقم التلقائي، رقم التلقائي معناه يجي اوتوماتيك، سو جديد يجي اوتوماتيك. patient name، patient age، يلا patient ID. انا اكتب ثاني شيء، احمر شيء عشان هناك في المملكة رقم الهوية ولا رقم الإقامة يحتاج ضروري. هذا يجي بنوعه نمبر. بعدين انا ادفع على السيف هناك، سيف هناك موجود بالسيف. بعدين روح الى عرض وجيب الى اول شيء داتا شيت فيو، هذا مكان انت ادخل للبيانات. انا اوسع شوية الحقول عشان يجي كويس. اول اسم، باسم الجون، هو اسم عمر، هذا هو من رياض ولا اي شيء. هذا وهذا date of birth، انا اكتب 12 12 12. و patient ID هذا رقم، هذا اول بيان جاء. تعالي للثاني بيان، دف من الماوس، جي ماري 25 شقرة، لازم تاريخ بالنسبة للتاريخ، اول شيء يوم، بعدين شهر، بعدين السن. اوكي ليت اس سي، هذا انا اسوي خطأ هناك، هذا 5 اسوي
15 ماي، وهذا تركه انت تسوي اضافه البيانات، بعدين حفظ الملف واغلق هذا كويس. هذا تركه انت تسوي هذا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.